كانت المياه شبه معدومة في المركز، كانت المجاري برضو متهالكة. نحن كعمال صحيين كنا لا نستطيع أن ندخل الحمام بسبب عدم وجود المياه. كان يضطر المريض أنه يروح لما البيت يجيب لما يشيل المريض حقه لما البيت يدشتي فحص، كان ما فيش معنا علاقات حتى. ولكن بفضل تدخل منظمة اليونسف تم إعادة المجاري وتم توفير خزانة المياه. الحمد لله الآن المياه موجودة. دحين يقدر المريض حتى نقدر نرقده يركب مغذي هنا لأن في مياه، يقدر يدخل الحمام، يدخل يعني يغسل، لكن أول كان ما فيش. قام تنفيذ المشروع منظمة اليونسف. نشكر منظمة اليونسف، نشكر منظمة إسيف، شكرا لكم دولي.